السلام عليكم يا جماعة، احكوا لي كيف شكل جسم الشخص اللي قرر هيك قرر انه ما يحضر مباريات اليوم الاخير من بطولة يورو 2020، واخيرا اسدل الستار على دوري المجموعات لبطولة يورو 2020. شوف قوة البطولة وقارنها في البطولة السابقة في 2016. تخيل انه دور المجموعات في النسخة السابقة تسجل فيه 69 هدف، اما دور المجموعات لهي النسخة فشفنا فيه 94 هدف. 36 مباراة شهدنا فيها المتعة والاثارة والتحدي، وخاصة اليوم الختامي. هذا يوم سيخلد في تاريخ البطولة اللي انطلقت في عام 1960. 18 هدف تسجلت في اليوم الأخير ليكون أكثر يوم في تاريخ البطولة شهد أهدافاً. لعبة كراسي موسيقية وحبس للأنفاس حتى الرمق الأخير. كل هدف في أي مباراة كان يقلب كيان المجموعة فؤاني تحتين. تعبت أعصابنا وإحنا بنتابع، وخاصة جنون عظمة المجموعة السادسة، مجموعة الموت هيك سموها وأنا سميتها اسم أقوى، المجموعة اللي ختمت علم المجموعات. واليوم أنا جاي في هاي الحلقة لأختم علم الإثارة والمتعة ونسكر الكتاب. فلا أجمل ولا أحلى ولا أروع من حلقات أنا أقطع. تعال اليوم نلعب لعبتنا الجميلة، نقطع ونستمتع ونشوف النتائج وجنون المفاجآت. يا بفوز عليكم بقطعاتي يا بتفوزوا وبتعاقبوني. طيب ليش بنلعب هاي اللعبة الجبارة؟ أولا لأنكم بتعشقوها ولأنها مرتبطة بحلقات العقاب. ثانيا وهو الأهم بالنسبة إلي، إنه تصير كل مباراة مهمة بالنسبة إلي وإلك. نتابع كل المباريات وما نهمش ولا نسحب على أي مباراة، كله مهم. فمباراة القمم مثلها مثل أضعف مباراة محسوبة عليك. بمعنى ثاني ننقل متعة متابعة البطولات لليفل أعلى وأمتع. وبذكركم هي لعبة تقوم على علم الغيب، بس فيها شيء من الحرب لا أنكر ذلك، فممكن أصغر متابع يفوز علينا كلنا ويحطنا بجيبته الصغيرة، بس هذا بالحظ. إحنا بدنا نجتهد بالتحليل والدراسة لكل الفرق حتى يكون المنطق هو حكمنا. عاد إذا صارت مفاجآت فأنا ماليش دخل، بس أنا أغلط في المشمش الأليم. حتعمل نفس ما راح أعمل أنا في خانة التعليقات، تقطعوا لي بالمواجهات الثمانية في دور الستاعش، ومسموح فقط غلطة واحدة بس. يعني 7 من 8 مسموح، 8 من 8 جبار عالي العال، مين قدك يا محمد؟ 6 من 8 أو أقل من هيك ضعيف جدا، وجسمك منكمش وراسك غارق في رقبتك وكتافك ملزقة ببعض. هي هيك فيش مجال. صح، اتذكرت النفسيات ما يلعبوا معنا. بس قبل ما نقطع في موضوع مهم جدا جدا جدا، تخيل اليوم بتلعب في الحارة جنب بيتكم وبكرة انت بتلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. ايش يا محمد ما فهمنا شو قصدك؟ متذكرين تطبيق جرينتافاي؟ الجماعة رسميا تجبروا ما شاء الله عليهم، وقعوا مع نادي ويست هام يونايتد الانجليزي. نعم، هو ويست هام يونايتد احد اكبر الاندية في الدوري الانجليزي، واللي كان المفاجأة السارة هذا الموسم وحصل على المركز الخامس، وهو ويست هام اللي حيلعب الموسم الجاي في بطولة اليوروبا ليج. طبعا ملاك نادي ويست هام اذكياء جدا، عارفين انه العرب عندهم امكانيات وفنيات ومهارات وكرتهم كرة لاتينية، وعندنا امثلة لبعض النجوم العرب صيتهم مولع في اوروبا مثل محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش وأشرف حكيمي. وعشان هيك الإدارة في نادي ويست هام حابين يكتشفوا مواهب عربية يدعموا فيها الفريق في الفترة الجاية. أيوة ركز معي الآن، حيجيك الكلام اللي بخصك أنت. أيوة أنت المتابع الفنان كرويا واللي بتضل تبعت لي في حسابات الشخصية، محمد أنا لاعب ومستوي جميل ونفسي أحترف، من هالكلام الجميل كل اللي بتحتاجه حتى تصير لاعب محترف جوال تليفون بس. نزل تطبيق جرينتافاي من رابط التنزيل في وصف الفيديو وفي اول تعليق تحت، واعمل لك حساب وحط طاقاتك جد، مش تبالغ وتسوي نفسك بوجبا ولا نيمار، وادعم حسابك بمقاطع فيديو إلك. ركز على المهم الان، راح يكون في تجارب اداء في عده دول عربيه كل فتره، فخليكم متابعين معهم على التطبيق، وراح يكون في ترشيح لاعبين من قبل جرينتافاي بناء على ملفاتهم في التطبيق. وخليك جاهز، ترى تجارب الاداء صارت قريبه وراح يعلنوا عنها على التطبيق، وفرصه اللعب في اوروبا باتت قريبه جدا. جهز ملفك الرياضي في تطبيق جرينتافاي والعب من خلال التطبيق، وخلوا اللاعبين العرب يغزو أوروبا مستقبلا إن شاء الله. أعشق التطور التقني وكيف إنه صار جوالك الشخصي ممكن يوصلك للعالمية. بالمناسبة كل ما زاد عدد المشتركين من دولة معينة صارت إلها أولوية وزادت فرصها بتجارب الأداء. طبعا اللاعبين اللي راح يتجبروا في تجارب الأداء راح يخوضوا معسكر تدريبي لمدة 2 أسبوع مع نادي ويست هام يونايتد، واللي بيقتنعوا في النادي راح يسحبوه ويوقعوا معه رسميا. يلا ننطلق الآن لجبروت الدور 16 لبطولة يورو 2020. طيب أول شيء الآن راح تبدأ بطولة جديدة، دوري إقصاء للمهزوم من مباراة واحدة. ثاني شيء دور الستاعش لهي النسخة أقوى مليون مرة من دور الستاعش في النسخة السابقة. ثالث شيء من روعة البطولة إنه الثمانية الكبار متواجدين في دور الستاعش، الحمد لله ما خسرنا ولا واحد منهم حتى الآن. صحيح إنه الثمانية العمالقة متأهلين لدور الستاعش، بس في مصيبة، 4 منهم راح يتواجهوا مع بعض في دور الستاعش. يا عفو الله الرحيم، يعني راح نودع 2 منهم في دور الستاعش، والأربعة الآخرين ممكن يودعوا بمفاجآت. فعلا هاي بطولة صعب جدا تحذر فيها أي شيء، كل السيناريوهات ممكنة، والبطولة مخبية مفاجآتها لقادم الأدوار. شوفوا يا جماعة، القطع سيكون قياسا على مستوى الفريقين في دور المجموعات بالنظر لخصومهم وقوة المجموعة طبعا، بس برضو بدي احط في اعتباري انه البطل يولد اثناء البطولة ويكبر مع توالي الادوار وتبدأ تتضح معالمه. طيب
تبدا لعبه القطع بالمباراه الاولى اليوم السبت الساعه 7 مساء قمه ويلز والدنمارك. نعم ويلز قدمت دور مجموعات افضل وحصدت نقاط اكثر، ولكن الدنمارك ما كانت سيئه سوى في اللقاء الاول امام فنلندا، واللي اتضح فيما بعد انها هزه نفسيه لظرف سقوط إريكسن في الملعب. نعم اللاعبين خرجوا ذهنيا من المباراه تماما، والدليل انه فنلندا ما فازت الا على الدنمارك ومن بعدها خسرت كل مبارياتها، يعني لو انعادت المباراه الدنمارك هتفوز. اسماء لاعبي الدنمارك افضل من ويلز هاي حقيقه، بس ويلز بيلعبوا بروح عاليه وبانسجام رهيب لمجموعه جلهم لعبوا في البطوله الماضيه قبل 5 سنوات. ومع ذلك بطاقه هاي المباراه من نصيب الدنمارك، لو عملتها ويلز ما راح اتفاجئ كثير، فالفريق صعق البشريه كلها في النسخه الماضيه بوصوله لنصف النهائي، بس منطقيا الدنمارك في ربع النهائي. في اللقاء الثاني برضه اليوم السبت الساعه 10 مساء قمه اقوى من اللي قبلها، ايطاليا والنمسا في ملعب ويمبلي. ايوه النمسا مقدمة بطولة رائعة، جيل ذهبي نمساوي صعب يتكرر، أغلبهم ينشطوا في الدوريات الخمس الكبرى ونجوم لأنديتهم، مرونة تكتيكية كبيرة عند المدرب الألماني فودا اللي بغير رسم الخطة في كل مباراة، شفناه بيلعب بال352 وشفناه بال433 وشفناه بال442. النمسا قوية يا ناس لا تستهينوا فيها، بس مشكلة النمسا إنها حتواجه إيطاليا في أقوى نسخها، وإيطاليا مع مانشيني ما خسرت في آخر 30 مباراة، 25 فوز وخمس تعادلات وعشر انتصارات متتالية بشباك عذراء كلين شيت. معقول تيجي النمسا وتخرب كل هذا الجبروت؟ منطقيا لا والف لا، ايطاليا في دور ربع النهائي. الشارع الرياضي الايطالي يرى انه ايطاليا راح تروح بعيد بعيد في هاي البطوله، راح تكون صفعه مؤلمه جدا لو ودعت ايطاليا مبكرا على يد النمسا. شخصيا لا اتوقع المفاجاه وايطاليا في دور ربع النهائي. ايوه كل اللي شفتوه كان تسخين للنار اللي جايه في ثاني يوم. اول لقاء يوم بكره الاحد الساعه 7 مساء حتكون بين هولندا والتشيك. طبعا اللي بيتابعوني بحساباتي الشخصيه بيعرف منيح انا شو حكيت عن هولندا. اها اذا مش متابعني بحساباتي الشخصيه راح عليك كثير، اصلا كل كواليس البطوله وتفاعلي مع الاهداف واهم الاحداث بنزل ستوريات بلحظتها في حساباتي الشخصيه، وعشان هيك متابعيني عارفين سلفا انه بطاقه هاي المباراه هي لهولندا رسميا. هولندا يا جماعه على الرغم من الضعف التكتيكي لمدربها فرانك ديبور، هذا مش رايي لوحدي، بل اغلب النقاد والمحللين متفقين على انه ديبور فنيا ضعيف، بس عنده طاقم جيد يعمل معه. الرجل فشل في كل تجربه تدريبيه الحقيقيه لدرجه انه مورينيو حكى عنه أضعف مدرب في الحياة منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 سنة. مش هيك حرفيا، طبعا رميت التاتش تبعي، بس المعنى نعم نعم هو هيك حكى عنه. بس الغريب انه فرانك ديبور مقدم بطولة كبيرة حتى الآن، والعناصر اللي معه مولعة يا ناس، جيل هولندي خطير والله. طيب هذا الجيل الخطير ليش ما بتعرفوهم؟ لأنكم رسميا ساحبين على أم الدوري الهولندي. آخ لو لحقتوا على الدوري الهولندي في منتصف التسعينات وبداية الألفية الجديدة والله مت على توصف. طيب التشيك منتخب محترم ومن أفضل المنتخبات في دور المجموعات، وعندهم هداف يلدغ كالعقرب من أنصاف الفرص، أتكلم عن باتريك تشيك. بس وين هذا المنتخب وين منتخب 2004 اللي لعب مع هولندا مباراة للتاريخ صنفت كواحدة من أجمل مباريات بطولة اليورو على الإطلاق؟ الآن إحنا في زمن مختلف، هولندا راح تمر لدور ربع النهائي، خلاص وصل الخبر هولندا في ربع النهائي. أيوة الآن هاتوا طفوها، أنا مش قادر حدا يجي هون ويقطع عني يا جماعة، أرجوكم احكولي بلجيكا ولا البرتغال، قمة 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 مرعبة في دور ال 16، لا يمكن أبدا إنك تقطع فيها. البرتغال نعم طلعت ثالثة على مجموعتها، فازت وخسرت وتعادلت، شبعت اختبارات قوية. بلجيكا بالمقابل تصدرت مجموعتها، سحقت خصومها الثلاث، بس ما واجهت أي خصم ثقيل مثل البرتغال. عناصريا الفريقين متقاربين جدا، رونالدو ضد لوكاكو، ريناتو سانشيز الفنان ضد دي بروين، برناردو سيلفا ضد هازارد، ديوغو جوتا ضد ميرتنز. أرجوكم شو هالصراعات المرعبة، غير التكافؤ الرهيب في خط الوسط وخط الدفاع وحراسة المرمى. لا 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 هاي قمة راح تكون ممتعة جدا إلنا كمشاهدين، والله يكون بعون جمهور الفريقين. خايف أتهور وأقطعها لواحد على حساب الثاني، عاد هاي المباراة عادي جدا أغلط فيها وأنا مسلم الروح لا تلوموني، بس راح أعطيها رس رسميا للبرتغال. رونالدو يا جماعة حتى لو ما كان بيومه بيسجل الرجل، خلص الشباك بتحبه، يأتيك من حيث لا تحتسب، هو يجتهد والحظ ينصفه. نعم البرتغال في ربع النهائي. يمكن كمان البرتغال تكون استفادت جدا من احتكاكها مع القوة العظمى فرنسا وألمانيا، فلا تهاب بلجيكا، عكس بلجيكا اللي لسه حتجرب التعامل مع العمالقة. خلينا نشوف. طيب ننتقل للقمة الخامس يوم الاثنين الساعة 7 مساء، إسبانيا وكرواتيا. سبق وشفناهم مع بعض في نفس المجموعة قبل 3 سنوات في بطولة دوري أوروبا 2018-2019. تتذكروا المباراة الأولى بينهم كم انتهت؟ 6-0 لصالح الإسبان في أول أيام المدرب لويس إنريكي على رأس الكادر الفني للمنتخب الإسباني، بس تغيرت أشياء كثير من هذاك الوقت لليوم. إسبانيا أكثر فريق استحوذ في البطولة، وأكثر فريق سدد، وأكثر فريق مرر، وأكثر فريق خلق فرص، وأكثر فريق في كل شيء، بس المصيبة إنه ما أقنع إلا في ثالث مباراة وأمام خصم ضعيف اسمه سلوفاكيا وطصهم بالخمسة. ذات الأمر ينطبق على كرواتيا اللي ما أقنعت إلا في آخر جولة أمام اسكتلندا لما ضربت بالثلاثة. أنا يا جماعة
الجماعة شايف انه البطاقة لإسبانيا. نعم رسميا إسبانيا في دور ربع النهائي، وانا شايف انه منتخب كرواتيا في مرحلة انتقالية خطيرة، نهاية جيل وبداية بروز جيل جديد. صعب صعب يصمدوا امام إسبانيا لويس انريكي. ايوه وصلنا لفريقي، منتخب فرنسا ومنتخب سويسرا يتواجهان في العاصمة الرومانية بوخارست. فريقين عارفين وحافظين بعض منيح، تواجها في دور المجموعات لكأس العالم 2014 وتكررت المواجهة في يورو 2016 وبإدارة نفس المدربين. المنتخب السويسري قوامه واحد لا يتغير من 7 سنوات، هو هو الأساسيين لا يستغني عنهم المدرب بيتكوفيتش. خسارتهم من إيطاليا بالثلاثة في دور المجموعات قوية جدا ولا تغتفر، تعادلهم مع ويلز نقطة سلبية جدا، فهم عناصريا أفضل بمراحل. بس فوزهم على تركيا بالجولة الأخيرة بنتيجة عريضة صحح المسار، وخلانا نقول هاي سويسرا اللي بنعرفها. بس سويسرا الآن بتواجه فرنسا المرعب المدججة بنجومها اللي ما إلهم مثيل في العالم كله. بل المنتخب الفرنسي عناصريا يمتلك أقوى سكواد لاعبين لفريق يمارس لعبة كرة قدم ما بين منتخبات وأندية. بس هل هذا كافي لصرع الجميع؟ لا، السكواد مهم بس التكتيك مهم كذلك، وخلق منظومة صحيحة تخرج أفضل ما عند هؤلاء النجوم. الاستقرار الفني يتمثل بالمدرب ديدي ديشام من 9 سنوات يقود المجموعة. ديشام كالعادة يتم انتقاده في دور المجموعات ثم يتفجر بداية من دور الـ16. شفنا دور مجموعات مخيب في يورو 2016 ومثله في كأس العالم 2018، ثم يكون الانفجار. هاي المرة في نسخة يورو 2020 أرى المنتخب الفرنسي أثبت أنه قادر على التحكم بنسق أي مباراة مع أي خصم، قادر يفرض أسلوب لعبه على الجميع. إذا دافع سكر حيط ممنوع اختراقه، وإذا قرر يهاجم فمهلك ومتعب ومتعدد الحلول. إذا سكرت على مبابي بيطلع لك بوجبا والبنز مثل ما صار مع البرتغال، وإذا سكرت على البنز وجريزمان بيطلع لك مبابي زي ما صار مع الألمان، وإذا سكرت على مبابي وبوجبا وبنزيما بيطلع لك جريزمان زي ما صار مع المجر. منتخب متعدد الحلول. بس مشكلة فرنسا إنها بتكره تلعب مع المنتخبات المتوسطة مثل سويسرا. منتخب فرنسا دائما أفضل مباريات ضد الكبار. المنتخبات اللي على شاكلة سويسرا والدنمارك والنمسا والسويد دائما ما تشكل مشاكل للديك الفرنسي. عموما بطاقة المباراة للمنتخب الفرنسي، وحسب الأخبار اللي سمعتها آل مبابي أخيرا حيسجل، مع إني أشك بصراحة وأرى إنه محتاج ياخد دروس في الفينش واللمسة الأخيرة من ليفاندوفسكي وسواريز والدون وميسي. ضعيف جدا في الفينش لدرجة قف أرف. أرف مقرف 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 مدقع الضعف. شاطر بس يروح ياخد التيشيرت من رونالدو. طب اتعلم منه، عمره 36 سنة، اتعلم منه الفينش. طبعا حقي انتقده، انا مشجع لمنتخب فرنسا، حقي انتقده واجلده. هتقولي محمد بس هذا هداف الدوري الفرنسي. طبعا هداف الدوري الفرنسي، ما هو لاعب سريع ومهاري جدا، وسرعته ومهارته بتخليه يخترق اي دفاع ويحصل على كثير من الفرص، بس بيضيع اكثر ما بيسجل. رفع ضغطنا، شو شعوره بيطلع رونالدو عنده 5 أهداف وهو صفر صفر، ولا هدف عنده، ولا حتى بنزيما صار مسجل هدفين. استفزني انا استفزني، راح اغفر له كل شيء اذا تجبر في الادوار القادمه. على كل حال فرنسا في ربع النهائي. ايوه اما في اليوم الرابع والاخير فيا الهي الرحيم انقذنا يا ناس، ما خليت حدا ما سالته شو توقعك لانجلترا والمانيا. انتوا جودوا علي بعطفكم واحكوا لي بالله عليكم هاي القمه المرعبه لمين راح تروح بطاقتها. خلونا يا جماعه نحلل، وبناء على ذلك بنقطع والله يستر من النتيجه. المانيا قادر على فرض اسلوبها على انجلترا بالاستحواذ وكسب معركه الوسط وخلق الفرص وقوه الاطراف الهجوميه كيماتش وجوزنز، بس هل هذا يكفي للفوز على انجلترا القويه دفاعيا؟ خط الهجوم الالماني مواهب جباره، بس لو ما كانوا في يومهم فامسك تضييع فرص ليوم القيامة. بالنسبة لمنتخب انجلترا ما اقنع حتى الان في اليورو، ومع ذلك تصدر مجموعته ب7 نقاط، شباكه نظيفة، لم تتلقى اي هدف مثل الطليان، قوة دفاعية هائلة مع حارس مرمى ممتاز، وقوة هجومية تتمثل بمهارة الاجنحة ولاعبي الوسط وسرعاتهم العالية. ايوه لو حطينا في اعتبارنا انه دفاع المانيا سهل ضربه مع السرعات العالية، بالاضافة لاسلوب لعب الدفاع اللي بيعتمد على التقدم المبالغ فيه للامام، ما يتيح لنجوم مثل جريليتش وساكا وماونت وفودن وستيرلينج انهم يضربوهم بغض النظر عن مين راح يلعب منهم. فوق كل هذا ما بالك لو فجأة استيقظ هاري كين على حساب الألمان. طبعا يا جماعة فهاري كين لسه طافي في البطولة وما عمل ولا شيء يذكر، بس إمكانياته وقدراته التهديفية ما في اثنين بشكوا فيها. لو كان الإعصار هاري كين في يومه رسميا ودعت ألمانيا. آخ ما أصعبها من المباراة، بدي أقطع ربي سبحانه وتعالى يعفو عني ويصفح. رسميا إنجلترا ستتأهل والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص ما تسألوني بكفي، أنا بنفسي شاكك بقطعتي يا جماعة، اتشطروا أنتم في خانة التعليقات. طيب أما آخر مواجهة في دور 16 فهي الأشبه بأول مواجهة، مواجهة بين فريقين من دون الثمانية الكبار، قمة السويد وأوكرانيا. السويد منتخب محترم ويقدم بطولة استثنائية عكس أوكرانيا اللي أقنعت بأول لقاء اللي خسرته من هولندا تخيل، ومن بعدها واجه شاحب لفريق المدرب الأسطورة أندري شيفشينكو. عناصريا السويد أفضل، نتائجيا السويد أفضل، فمنطقيا السويد تتأهل لربع النهائي. نعم السويد راح تفوز ببطاقة هاي المباراة إلا إذا صارت مفاجأة وعادي جدا تصير. هاي هي قطعات الثمانية لقمم دور 16. شمروا عن إيديكم وارجوني شطارتكم في خانة التعليقات، وأشوف مين
الجبار اللي راح يجيب 8 من 8 وراح اسلخ لايك وقلبه. يمكن تعليق، الله يستر ما اخسر بهذا التحدي مع انه لعبتي المفضله هي المنتخبات الوطنيه. تعال هون، انت اشتركت في القناه ولا بتتابع من دون اشتراك؟ ايوه زي اللي قاعد بتابع بطوله اليورو من دون اشتراك. اهو ده كلام. يلا اسلخ زر الاشتراك وفعل جرس التنبيهات على كل الاشعارات، وتابعني في حساباتي الشخصيه، وامزع راس زر اللايك اذا ما قتلته في اول حلقه. شوف الحلقات السابقه. اراكم على خير اصدقائي، السلام عليكم.